موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. حرفت وقالة سانا وصحيفة الثورة التابعة لنظام أسد، حرفتا تصريحات مسؤول روسي للتغطية على الحملة الإعلامية الروسية الأخيرة ضد الفساد في عائلة بشار الأسد والمقربين منه. وجاء في المقال أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن موقف الكرملين سلبي تجاه المعلومات الكاذبة التي تم نشرها حول نظام أسد، وتبين أنه تحريف لتصريحات بيسكوف الذي كان يتحدث عن موضوع مغاير ولا علاقة له بالحملة الروسية ضد الفساد، وإنما كان يتناول موضوع ضلوع القوات الروسية ومقاتلي فاغنر في تعذيب مقاتل من تنظيم داعش. تبدأ السلطات الألمانية المحاكمة الأولى لاثنين من الضباط السابقين في ميليشيا أسد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقالت مصادر إعلامية أن العقيد أنور رسلان المسؤول السابق في الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق والمعروف بفرع أمن الخطيب سيمثل أمام المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غرب ألمانيا بتهم عدة، منها تعذيب 4000 شخص وقتل 58 منهم، كما سيحاكم أيضا إياد الغريب وهو مسؤول في جهاز أمن النظام بتهم اعتقال المتظاهرين وبالمساعدة في تعذيبهم وقتلهم. أقر البرلمان اللبناني مشروع قانون يسمح بزراعة الحشيش وذلك لاستخدامه في أغراض طبية وصناعية. وذكرت مصادر إعلامية أن القانون لقي تأييد كل من رئيس البرلمان نبيه بري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وتكتل لبنان القوي على رأسهم جبران باسيل، في حين عده البعض أنه ضوء أخضر لميليشيا حزب الله لشرعنة زراعة الحشيش وتهريبه. أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق قمر صناعي للمرة الأولى، الأمر الذي أثار انتقادات ومخاوف حيال ارتباطه بالبرنامج النووي الإيراني. وكالة مهر الإيرانية قالت اليوم إن الحرس الثوري نجح في إطلاق قمر نور 1 بواسطة قاذفة محلية الصنع ووضعه في مدار على ارتفاع 425 كيلومتراً، في حين هددت الولايات المتحدة بمحاسبة طهران على إطلاق الصاروخ. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.